إنهم أمريكيون سود ومسلمون يلبسون الطربوش ويقولون أن أصولهم من المغرب. أعضاء معبد الموريش يدعون أنهم أول من استوطن الولايات المتحدة الأمريكية. هل تعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية مغربية؟ هذا على الأقل ما يسانده معبد الموريش لأمريكا. إنها منظمة دينية أنشئت سنة 1913 والتي تحتوي على حوالي 3000 عضو و75 بنية خاصة بالولايات المتحدة. إن معبد الموريش يسند على صيغة خاصة للتاريخ، وهي إن أمريكا في ملكية المغرب، وذلك قبل اكتشافها من طرف كريستوف كولومبوس، حيث كان الإسلام مزدهرا والصوامع بارزة في المدن والقرى. في القرن 15 ولتوسيع هيمنتهم، قام الأوروبيون بعقد كراء لمدة 50 سنة لاستغلال الأراضي الأمريكية، ولكن بمجرد إبرام العقد قاموا بغدر المغرب وعزوا الأراضي وقاموا بتنصير السكان حسب اعتقاد أعضاء معهد الموريش. وبما أنهم يعتبرون أنفسهم السكان الأوائل لأمريكا، فإن أعضاء المعبد الموريش السود لا يفوتون أي فرصة للتنديد بسلب أراضيهم من طرف البيض، ويعتقدون أن القوانين الأمريكية لا تطبق عليهم، بل ادعى الشيخ مالك إل أنهم قد حصلوا على الحق في تقرير المصير خلال مؤتمر البلدان الأمريكية لسنة 1928، ولكن المستندات الرسمية لا يوجد بها أي أثر لذلك. وكان المغرب حقيقة قد دافع عن السود في حقبة ما من التاريخ، حيث أنه في سنة 1780 8 من العبيد المغاربة قدموا عريضة لنواب كارونين الجنوبية يطالبون بتحريرهم، والذين كانوا قد أسروا من طرف البرتغال الذي كان في حرب مع المغرب، حيث قاموا ببيعهم للولايات المتحدة بعد إبرام معاهدة الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777. كان السلطان محمد الثالث يحظى ببعض المزايا الدبلوماسية، ومن أهمها ضمان حرية مواطنيه، الشيء الذي ترتب عليه أن المور سوف يعاملون كالمواطنين الأمريكيين البيض وليس كعبيد محررين، وهذه الواقعة شكلت النواة الإيديولوجية لمعهد الموريش.